حبيبي انت عايشه في وسط عصابه. حبيبي ارجوكي خدي بنتك وبعدي عن ده، مش هتلحقي بعد كده. اوعدك اني هفكر، انت بس لازم تمشي دلوقتي يا احمد قبل ما عمر يجي وتبقى مشكله عشان خاطري. يلا. حاضر يا حبيبي، بس وعديني خدي بالك من هنا ومنى. على فين يا احمد؟ لسه بدري، خليك قاعد معانا اتعشى. لا نفسي اتقفلت لما شفتك. لا مفيش مشاكل، عقبال ما الاقيك ميجز هبقى افتح لك نفسك. طب حسب، طب عشان انا لازم امشي. مفيش حد هيمشي من هنا الا لما انا اللي اقول. ولا انت خلاص يعني بتخش اي بيوت كده من غير اي استئذان؟ بقول لك ايه، وسع من سكتي بغير ما اقول. مفيش حد يخرج من هنا الا لما انا اللي اقول. عشان خاطر كفايه. بقول لك ايه، يا عبد الله خلاص بقى كده بقى. كفايه بقى، انا مش عايز اقعد. عايز تاخد عايز تاخد انا عايز اقعد. طب لا بقول لك ايه، ده بس خد الناس كده. طب لا بقول لك ايه، ده بس بقول لك ايه، اهدوا بس بس كفايه. انا هموت هموت. حد يكلم الدكتور بسرعه بسرعه يا احمد ابو سيد. اكلم الدكتور بسرعه. هنونه حبيبتي حبيبتي، حرام عليكم بقى.